الأمريكية الإسرائيلية صفقة مشبوهة مسمومة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. لذلك نحن الفلسطينيين مجمعون على رفضها، ولن نسمح لها أن تمر، لا مستقبل لها، وستفشل بإذن الله. هناك ثوابت فلسطينية، خطوط حمر يتمسك بها شعبنا، لن نقبل المساومة عليها، لا رؤية بدونها. الأرض، القدس، حق العودة، السيادة والاستقلال الحقيقي، وحق شعبنا في المقاومة والتخلص من الاحتلال، وحرية أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال. لا مساومة على أي من هذه الثوابت والخطوط الحمر. الدخول لمحاولة التذاكي بحل القضية الفلسطينية بسياسة العصا والجزرة والبدء بالجزرة، وهي جزرة مسمومة أو ما يسمى بالحل الاقتصادي، ورشوة المنطقة بمال يؤخذ من أموال العرب لتباع جوهرة العرب وهي فلسطين والقدس، هذا أمر لا يقبله أحد. ولذلك ورشة البحرين مرفوضة منا كفلسطينيين، ونحن نقاطعها، وكان على العرب، أي من العرب، ألا يشارك فيها. نحيي كل من قاطعها وكل البرلمانات التي أدانتها، وندعو العرب أن يقاطعوها وأن يتراجعوا عن قراراتهم بالمشاركة فيها، فهي لن تأتي لنا بخير، بل هي انخراط في مشروع مشبوه تقف على رأسه أمريكا والكيان الصهيوني. وأقول بكل صراحة، من كان في المنطقة لديه أزمات داخلية أو أجندات خاصة ويريد أن يضحي بفلسطين من أجلها استرضاء للإدارة الأمريكية أو غيرها، فهو مخطئ، بل يرتكب جريمة بحق فلسطين. من يريد أن يقامر، إن أراد أن يقامر فليقامر بما يملك لا بما لا يملك. القرار الفلسطيني واضح، والعرب كانوا في الماضي يقولون نقبل بما يقبل به الفلسطينيون. اليوم الفلسطينيون موحدون على رفض صفقة القرن، وعلى جميع إخواننا العرب والمسلمين وأمتنا العظيمة أن تقف موقفا قويا يساند حقنا، لا أن يتماهى مع السياسة الأمريكية أو أن يخطط ويهرول نحو التطبيع مع إسرائيل. إسرائيل ليست جزءا من الحل، ليست جزءا من المنطقة، هي عدو، كيان مغروس في قلب أمتنا. من يستقوي بإسرائيل يستقوي بالشيطان، يستقوي بعدو الأمة، هو عدو له كما إسرائيل عدو لنا. نحن كفلسطينيين لدينا رؤيتنا ولدينا استراتيجيتنا، رغم فارق الإمكانات وميزان القوى المختل، وقادرون إن شاء الله أن نفرض إرادتنا. هذا المحتل لابد أن يرحل، حقوقنا لابد أن تستعاد، ونحن قادرون على المضي في نضالنا بعد كل العقود الماضية، ونحن واثقون أننا سننتصر وسنحقق إن شاء الله تطلعاتنا في الحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال، وبناء دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة حقيقية ننتزعها بإرادتنا وتضحياتنا، لا أن يتفضل بها أحد علينا. هذا هو موقفنا الواضح.